كل الصبايا بيكون عندهم شوية حيرة لما بدهم ينسقوا الإطلالة الخاصة فيهم، سواء من ناحية الألوان أو حتى القطع مع بعضها، والتكنولوجيا اليوم صارت قادرة تخدمنا حتى بهالمجال. لهيك اليوم جمعنا لكم شوية تطبيقات مجانية فيكن تنزلوها على موبايلاتكم لتسهل عليكم تنسيقة الإطلالة بكل بساطة. تابعوا معنا. التكنولوجيا سهلت علينا كتير مهام بالحياة، ومنها تنسيق الإطلالات اليومية، وهالشي من خلال تطبيقات مجانية مبرمجة لتساعد الصبية تختار الألوان والتنسيقات الأصح لإطلالتها. ومن بين أهم التطبيقات تطبيق A-Closet يلي بيوفر عليك التفكير بالشي اللي رح تلبسيه يومياً، يعني بيقترح لك أفكار متنوعة على إطلالاتك على حسب القطع الموجودة عندك. وما بيحتاج التطبيق منك تصوري ثيابك، لأنه التطبيق بيضم مجموعة ضخمة من صور الملابس المختلفة يلي بتوصل ل 32 مليون قطعة متنوعة. وطبعاً تطبيق A-Closet متوفر مجاناً على جوجل بلاي وأبل ستور. أما تطبيق كامبين فيك تعتبريه كتالوج حي لمتابعة صيحات الموضة لحظة بلحظة، وهالشي مع الاطلاع على أحدث التصميمات من مصممي الأزياء حول العالم، بيعطيك فرصة لإنشاء غرفة ملابس افتراضية من خلاله، وهالشي بإضافة الملابس والإكسسوارات اللي بدك إياها بداخلها وتنسيقها وتكوين إطلالات مختلفة، بالإضافة لمشاركتها مع أصدقائك ومتابعيك. وطبعا التطبيق مجاني كمان. وأخيراً تطبيق Get Wardrobe يلي بيوفر لك ميزة خاصة، وهي إمكانية تنسيق ملابسك بنفسك وحفظ الإطلالات المختلفة يلي بتفضليها. تعتمد فكرة التطبيق على أنك تضيفي القطع الموجودين بخزانتك الواقعية لخزانتك الرقمية على التطبيق، وطبعاً بيدعم حتى 100 قطعة من الملابس والإكسسوارات مجاناً. فمن خلال الاقتراحات والإطلالات يلي بتحصلي عليها عبر مجتمع التطبيق تقدري تحتفظي بتنسيقاتك الخاصة حتى ترجعي لها بسهولة. بيتوفر هالتطبيق مجاناً كمان على متجري جوجل بلاي وأب ستور.